الكبار عينيهم بالدم كتير جدا، يجي لي كبار في العياده. انا تخصصي اصلا حول وانسداد مجرى حول الدموع او جفون والتهابات الخارجيه، الحاجات اللي هي حوالين العين من بره يعني. فلما بيجي لي حد وعينيه بتدمع كبير سنه كبير، فبيبقى اكتر حاجه معروفه للدموع من اسباب الدموع في الناس الكبار هو بيكون الحساسيه، حساسية أو اضطراب دخل في عينه وعمل له التهابات. بعيدا عن الحساسية والاضطراب والعفار والجو لما بيكون متعب، الحاجات الجراحية اللي بتتطلب برضو بيكون حصل نوع من أنواع الانسداد في مجرى الدمع أو الانسداد في الفتحات الفوهانية. خلينا نشبهها بالحوض المصورة الطويلة دي، يا إما يكون في انسداد في العين يا إما يكون في انسداد تحت. فانسداد المكان دي الأنبوبة اللي الدموع بتمشي فيها، أي انسداد في هذا المكان المية بتتجمع وبتقع بره. في الحاله دي احنا بنتدخل، يا اما نعالج الحته الفوقانيه بس يا اما نعالج الحته التحتانيه بس بتدخل جراحي بسيط، بتكون نسبه النجاح عنده عاليه جدا. فبرضو انسداد كثره الدموع في الكبار قد تكون ناتجه عن حدوث انسداد في مجرى الدم عندهم، والتدخل والعلاج بيكون بمشيئه الله نسبه نجاحه عاليه جدا جدا طالما في دكتور متخصص في المنطقه دي بيتعامل معاه. شكرا.